زين حسب درجتي. وحس يعني الأربع أسابيع هاي دراسة مع إجازة يعني. فهمت فهمت بس صح يعني دراسة عن بعد. ايه بس أتوقع شي حسب. اصلا حتى لو درسنا عن بعد بقالنا اسبوعين تقريبا الحين. ما متعود عليه. أحلى حصة بتكون فيزا مستمع على الأستاذ. يا نبات ايه ونقول يا نبات تخيل تخيل اليوم فيك ما استاذ الاستاذ فن في غياب ايه ما ادري اسمه ربيع ربيع فجأة ساكت فجأة صاخ وش يقول له استاذ عصب صح؟ صار قحص قحص كلام سماعات فجأة يجيب فجأة قحص كل حد بحد ونشوف فجأة استاذ اعطاه جي جي والله كيف طريقته كيف طريقته مصارخ ضحك كان شوف فجأة ساكت ثلاث لاين ثلاث لاين ساكت فجأة صارخ نعم منو منو عربة مع زايد زايد رامبي ما اللي تعب والله ما ادري والله